اهلا وسهلا بحضرتك في السات معانا. ممكن اول نحب انت حضرتك تعرف نفسك؟ انا اسمي كريم الطبجي، انا الهيد اوف سيرفيس اوبريشن في شركه اي تي اس. طب حضرتك عرفت عن الكورس بتاع الايتل منين؟ احنا بيجي لنا من التريننج ديبارتمنت بتاعت الشركه كل فتره الكورسات المتاحه للارياز اللي احنا بنشتغل فيها في اللوكال والفورن ماركت، وبنقي منها الكورسات اللي بتناسبنا وبعد كده بنعمل البوكينج فيها. اوكي، حضرتك كان عندك اوبجكتيفز، ايه هم الاوبجكتيفز من تيكينج ذس كورس؟ والله احنا كنا عايزين نشوف هل احنا الاستراتيجي اللي احنا شغالين بيها في سيرفيس اوبريشنز دي بتميت مع الورلد وايد ستاندردز في السيرفيس مانجمنت دلوقتي، ولا فيها ديفيشن عالي عن الورلد وايد ستاندردز اللي موجوده في السيرفيس مانجمنت. اوكي، what did you specifically learn so that you can apply in your present job؟ والله احنا شفنا الستاندردز الجديده بتاعه الاي تي سيرفيس مانجمنت وصلت لفين وايه اللي ممكن ناخده منها ونطبقه عندنا في الاوبريشنز سايد. الابديتس اللي معموله على الستاندرز، الستاندرز دي بتتغير كل فتره زمنيه معينه، فالابديتس اللي اتعملت على الستاندرز دي بالنسبه لنا تبقى مفيده عشان بناخدها نطبقها على الاوبريشنز بتاعتنا. اوكي، if you have recommendations what would they be؟ ممكن اكستند الديوريشن بتاع الكورس، بدل ما تبقى 3 ايام تبقى 4 ايام. اوكي، اكيد حضرتك كنت حاطط اكسبكتيشنز قبل ما تخش الكورس، دلوقتي when you're finalizing the course were they met؟ يعني الكورس كويس بيغطي كل الارياز اللي احنا كنا عايزين نبص عليها، والانستراكتور بيوصل معلومه كويس، بيدي اكزامبلز من البراكتيكال لايف مظبوط، والناس اللي حاضره كلها ريليفنت للاريا دي، فكلهم بيسمعوا كلامه وبيطبقوه على عندهم، فيعني الاكسبكتيشنز ور مات. اوكي، if the scale is out of 4 how would you rate the course؟ يعني 3.5 is okay، لو انتوا عملتوا اكستنشن للديوريشن تبقى 4 ايام it will be okay. ثانك يو، ميرسي قوي حضرتك.